كيخرجش ما كيخرجش من الحساب كما كاين شي بيغسيو خصنا نقولوا تلحق بوحدو نكرو بلي كانت ولا ما كانش انت امين واحد البنت هذاك الراديو قالوا بلي شي واحد ضربو ولدي ما يضيعش انا هادشي اللي وي وسميتو دابا انت ما جيتش دابا هنا ما نقدرش نجي انت درتي باقي مع بوليس يعني واش قدر نبدا هو كي ما عليكش اي وي تيري كي ما جبتش شي انت راك تا الوالد انت راك تا الوالد ديالي التليفون ما جاوبش اه واخا وداك كتب عليك البوليس البارح وراك الطوموبيل كلشي شي مشكل واقع كلشي صافي صافي خرج من الحساب واه كما كاين شي بيغسيو خصنا نقولوها كاملين اه كما كاين شي بيغسيو خصنا نقولوها واش ديك النهار البارح واش انا البارح كان معاك الطوموبيل تلحق بوحدو انت مالك والو واش نكرو بلي كانت ولا ما كانش ما نتعش هذا ماشي وقت على التكلات هذا شنو واش هما كان فيها شحال كان فيها انا وامين وبنت صافي انت امين واحد البنت صافي المشكل انتو الى كنتو تانا كون احسن حاجه هي الحاجه المهم بعد متاخر كامل صافي باش يعيطوا ليا باش نقيد المحضر نقول لك قبل شنو شايكين قدامي احسن حاجه واش نعيط لك قبل صافي المهم شوفها الى كان شي حاجه نعيط لك دابا عمرك كيسول دابا عمرك كيسول 10 10 10 10 كلشي راه كيسول دابا شكون كلشي الناس قسم الطوموبيل صافي شي نقولو مع الشاب بايل تاعك شكون الطوموبيل صافي شي نقولو قلت لك شوف شوف دابا راه كلشي كيصحاب ليك بلي كلشي كيصحاب ليه بلي انت داري شي حاجه حتى انا وليت كنشك بلي انت درتي شي حاجه انت شاك بيا قلت شي حاجه اه مزيان اخويا بصحتك شوف ما بقاش الدنيا اقول لي واش واش اشترى شي حاجه عاود لي اشترى راه حنا ما فرحتش تقريبا اشترى ايمن فراسي انا واش كتسكريني ولا ما كتسكريني وانا راه سكريني صافي راه بلا ما تنعرف والو عندك الثقه قلت لك شنو ترى هو قول لي بالضبط انا اشرا داك الشيء فراسك ما بغاش تخلي راسي حيت لو طوبتي انا قال لك بلي شي واحد ضربو حيت لو طوبتي انا قال لك بلي شي واحد ضربو داك الشيء اللي قالت لك كنزه لو طوبتي وي وي داك الشيء اللي قالت لك كنزه ماشي كنزه دابا ما تهضر معايا كنزه راه شنقات عليا واصاحبي واصاحبي البوليس جاو هنا صاحبي ولا طوبتي غايب ليا بلي كاين الميكرو عارفين بلي ضربات الطوموبيل ياك ورا شوف راه فاش جاو البوليس ودار له طوبتي ديال لو كوخ ديالو راه ديال شنو لو كوخ شنو كوخ هو الجوتا ضربيه فاش داروا ديك هذاك الراديو قالوا بلي شي واحد ضربو واخا راك توفى صاحبي باقي عايش يا حمار باقي عايش امين الحمار ايوا راه دابا انا باقي في حسن الثاني راه شي لا قالوا مات باقي في حسن الثاني قالوا مات معايا منصوري مشات عند كنزه مشات عند شاهد كتقول لي اه لا قالوا بلي الطوموبيل ضربوها ورا صاحبي راه وليت انا شاك بلي انت ضربتيه ولا طرات شي حاجه ما عاودتي اش فيه ها كتروني يا شهد يلاه قلت لي دابا شفتي واخا ماشي مشكل سير اشهد الله يهنيك الا مشيتي واخا كيفاش واخا صافي واخا كيفاش واخا يا تلاوه اشهد الله يهنيك عافاك يعني خليني نشوف هاد المنتف هذا دابا شرح لي اش كاين ما فهمتش دابا ما عندي ما شرح لك انا براسي ما عرفتش شنو كاين انت انا بغيت غير حق ولدي انا بغيت حق ولدي ولدي ما يضيعش انا هادشي اللي السلام عليكم ندخلوا في الموضوع نيشان بلا ما نطولوا الهضره كاين واحد الفصيله ديال البشر حيوانيه كتشكل واحد الخطر كبير على هاد البلد وعلى السلامه ديال هاد البلد هي الفصيله الكلابيه اللي انتشرت مؤخرا الكلب حيوان رائع
حيوان فدال ما عمرو ما يخطرك ومفيد للمجتمع والدنيا. ولكن البشر الكلابي حيوان خطير، حيوان غدار. البشر الكلابي اللي كيتاجر في المآسي وفي الأحزان ديال الناس، وبالنسبة لي أي حاجة فوند كوميرس وفات كارثة يبيع ويشري فيها ويبغي يستافد منها، هاد البشر الكلابي خطر. وخصنا نديرو لا سونيت دالارم حيت كتر وطغى. وي هاد البشر الكلابي جان كيسخان كان كيفطر بهم الصباح، كيكسلم بحال هكا 300 450 يلاه كيبدا لا جورني ديالو حيت خطر هاد الكلابيين. وكانوا غاديين وفي المجتمعات كيكونوا قلال. دابا مع تحليهم الباب لواحد المجال لي انكونترولابل هو الانترنت، طغاو وكثروا اكثروا ديال بصح. وهاد الكارثه ديال الطفل ريان مستغلينها ابشع استغلال، استغلوها في هذيك الظرفيه وسكتنا ما قلنا والو، ماشي لقيت ديال الهضره. ولكن من مور الوفاه ديالو والدفن ديالو باقين كيستغلوا فيها وكيحوروا النقاش، كيحوروا النقاش وكيحوروا الاهداف وديك الرساله اللي على ودته فريان، اللي هي ضروره النهوض بالمغرب العميق، بالمغرب المنسي المهمش. دابا هما فين الدولة لي غاباس، هاد لي شاغونياغ، هاد اكلات لحوم البشر، داونا شي حوايج خرا كيخرجو يخترعو افلام خرا اللي باش تلفو بها البشر. وبقاو مستغلين، بقاو مستغلين الاس حيت هادشي ما فيهش الفلوس ديال المغرب العميق والمغرب المهمش. واجن تكون واحد استراتيجيه ونديرو الضغط على الحكومه ويخرج واحد نقاش ونموذج تنموي سميتو ريان، الهدف الرئيسي ديالو هو يوصل الماء للدواور، العائلات، العيالات اللي كيتكرصوا يوميا وكيمشيو يسقيو كيضربوا كيلومترات. نو 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 نو، ما كيضروش على هادشي، هما ما كيضروش على هادشي وما سوقهمش في هادشي. اذا هاد البشر الكلابي، هاد البشر اللي ما عندوش الراميل والفصيله، وكان كيفطر بيت جنكيز خان وجميع الاباطره ديال الدنيا اللي داتو كانوا كيفطروا بحال هاد الصباح، كنقول لهم حاجه واحده، راه داك البوز اللي كتقلبوا عليه راه واحد طاب جهنم الحقيقه ديال هذا العصر. هذاك البوز اللي كتقلبوا عليه وديك التجاره الخاسره وداك لي فون دو كوميرس ديال المآسي ديال الناس، هذاك واحد طاب جهنم. وغتبان فيكم، غتبان فيكم في الدنيا قبل الاخره، باش يكونوا جبنا نفسو كن امن بهذا الفيلم هذا، الخلاص هنا قبل الاخره. وميساج الوزاره الداخليه، احنا وزاره الاعلام ما بقاتش عندنا، وزاره الاعلام ما بقاتش، وزارة الداخلية هي اللي غنتجهوا لها. راه هادشي الا ما تكونترولاش هاد المصائب هاد الرواس راه كيشكل خطر على النظام ديال الدولة كاملة. هادشي كتشوف لي زانتوكس، وكتشوف هاد الاخبار المزيفة اللي كينشرو، وكتشوف هاد الاثارة ديال المشاعر ديال الناس وكيفاش كي، راه خطر هادشي. هادشي راه ما تكونترولاش راه خطر. اذا راه خاص واحد 5 ولا 6 ديال الاكباش الفداء، اجي انت اجي انت اجي انت، هاديك اي دولة غتحترم راسها واي نظام باغي يفرض السلطه ديالو راه خصو يدير هاد القضيه بكل هدوء. 5 6 اجنتا باش هادوك الكلابين يتردعوا شويه. وي حيت هادشي اللي وصلنا ليه بدرجه الميوعه ودرجه تهديم قيمه المغاربه وتوابت المغاربه راه بزاف. النقاش دابا اللي خصو يمشي للماء، 10% فقط من الدواوي اللي كاينه في المغرب هي اللي وصل ليها الماء للديور. 10% 10% يا يعني. اذا غيبقى تبقى كواليس ديال ريان وريانات غيبقاو. ها الناس اللي كتقطع عليهم الطريق في الثلج كيتبلوكاو، وما كاين اللي يوصل لهم لا ماونه لا ماكله لا والو، كيبقى تما اللي مات مات، اللي مرض توفى، اللي تكفر، اللي بلا هادشي عارفينو كاملين. والناس اللي ما عارفاش راه كنقولها نوضي زي صاحبك وسيري شوفي باش تعرفي الواقع ديال البلد. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.